السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد مع احمد لطفي. الفيديو اللي فات كنت اتكلمت عن شويه نصايح للي عايزين يخشوا مجال التسويق العقاري من جديد، كنت عملت فيديو قبل كده برضو عن مفهوم التسويق ومفهوم التسويق العقاري والفور بيز وبعض المصطلحات اللي ممكن نستخدمها. طيب النهارده واحنا في الموسم الصيف بعد انتهاء الدراسه، في ناس كتير هيبداوا يخشوا المجال ان شاء الله، يعني اللي هم ناس الفريش جرادويت الاول لازم يروحوا يشوفوا الفيديوهين الاولانيين، ازاي تبقى مستوى عقاري واحد، ازاي تبقى مستوى عقاري اثنين، وده الفيديو التالت. الفيديو ده انا هتكلم فيه عن نقطه مهمه جدا 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 هتفرق معاك جدا في شغلك في السوق، وهي نتوركينج، شبكه العلاقات بتاعتك. لازم تعمل شبكة علاقات مع زمايلك في السوق، سواء الناس اللي شغالين في مطورين او سواء الناس اللي شغالين في شركات تسويق عقاري تانية. بس هنا في نقطة مهمة جدا جدا جدا، وانت بتتعامل مع الناس دي سواء انت اللي معاك طرف البائع او الطرف المشتري، وخصوصا اما يكون معاك الطرف البائع هتعمل ايه علشان تحسن اسمك وصورتك ومعلوماتك عند الناس دي، علشان الناس دي تبقى عارفه ان فلان الفلاني ده متمكن جدا في منطقته، عارف منطقته كويس قوي، عارف المنطقه اللي شغال عليها كويس قوي، وهو ده اللي انا هلجأ له على طول في وقت ما اكون عايز اشتري، معايا عميل عايز يشتري عقار في المنطقه دي. ايه هي بقى؟ اما تيجي تعرض عقار للبيع سواء للسوق او لزمايلك في السوق كله، سواء يعني لمشترين اند يوزرز او لزمايلك البروكرز التانيين، لازم تبقى انت بنفسك نزلت وعينت البيت وشفت مواصفاته كويس قوي واطلعت على عقد الملكيه، لانه في بعض الاحيان بيبقى المساحه للعميل بيقولها لك مثلا، بيقول لك المساحه كذا وهو في العقد مساحه اقل او اصغر فهو بيقربها لك، فممكن اصلا تكون المساحه اللي هو بيقول لك عليها في الشركه تصميمها اصلا مختلف عن التصميم العقد بتاعه. فلازم تبص على العقد، لازم تنزل تبص على العقار، لازم تشوف المطالب بتاعه. ما ينفعش انه انا اطالب منك حاجه شقه في منطقه فلانيه وتقول لي اه انا عندي، وابص للشقه اللي عندك اللي هي مخالفه جدا للي انت قلت لي عليه او مختلفه عن اللي انت قلت لي عليه، عشان انت سيادتك ما زلتش شفتها. والعكس بقى، اما تيجي تتعامل لو انت معاك مشتري وتيجي تتعامل مع بروكرز تانيين شغالين في المجال، اختار اللي عارف منطقته كويس، اختار اللي حافظ المواصفات العقار اللي هو عرضه عليك كويس سواء كان ايجار او بيع، اختار اللي نزل شافه بعينه، مش اي حد. مش اي حد يقول لك والله انا عندي في الحته الفلانيه، عندي في مديده تاون هاوس حلو قوي. طيب حضرتك شفته؟ لا، ده لسه تحت. انت شفت اللوكيشن بتاعه، عارف مكانه، عارف المواصفات بتاعته ايه، عارف هيتسلم نص تشطيب ولا هيتسلم متشطب، عارف. دي معلومات مهمه جدا 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 لازم تبقى عارفها. ادرس العقار اللي انت شغال عليه كويس قوي، وادرس البروكرز اللي هتتعامل معاهم كويس قوي. خلي بالك لازم تبقى عندك شبكه علاقات مع زمايلك اللي شغالين في السوق، سواء كان في شركات ريل استيت بروكرج ولا في شركات تطوير عقاري. متنساش شوف الفيديوهات اللي فاتت، استنى الفيديوهات الجديده، وتعمل سبسكرايب للقناه عشان ما ازعلش منك، ازعل منك جدا لو ما عملتش سبسكرايب للقناه، وطبعا لازم تعمل لايك للفيديو، واكيد طبعا هتعمل له شير يعني بينك وبين اصحابك، يعني انت يعني ما شفتش الفيديو ببلاش يعني، معلش يعني. كان معاكم احمد لطفي، في امان الله.